كان هاني قطعوا لي المعاش ديالي، وكنخرج في اي الصبح نواعشون وكل عشيه، ما كيعناش ساهموا في هذه الفتنه. يعني اللي كيقطعوا لك المعاش كيساهمون في الفتنه ديال البلاد. انا قطعوا لي المعاش ديالي، لماذا كنخرج صبحا وعشيا؟ سينيسيس قطعت لك المعاش لا، ديالك؟ سينيسيس قطعت لي المعاش، وانا الوثائق ديالي هي هذه. نعم. ونعم. ورينا الوثيقة نشوفوها، هاي الوثيقة نصوروها. اللي صيفطوا لي هما هي هذه. نعم. قالوا لك 103 مشكوك فيها، علاش ما بحثوش فيها هما النهار الاول؟ وها الوثيقة اللي عطاني السيد. على 103 الايام مشكوك فيها قطعوا لك قطعوا لي المعاش. شحال المعاش ديالك؟ المعاش ديالي 950 درهم. شحال هذه مقطوع لك؟ مقطوع لي 4 شهور هذا. دابا انت تتخرج في الاحتجاجات باش يتسلق المعاش. علاش ما عندي ما ناكل، ما عندي ما نصرف. قلت ما كنخلصش الموضوع من اجل هذا الشيء هذا. نعم.